طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع الصحوة نت: ميليشيا الحوثي تعتقل شابين في حجة، وزع مساعدات لفقراء بمديرية أسلم. ومن موقع المشاهد: لاعب يمني يقول لم نعد نقدر على الانتقال من محافظة إلى أخرى. والخبر الأكثر تصدرا خلال أيام: إثيوبيا تختار امرأة رئيسة للبلاد لأول مرة في تاريخها. أهلا بكم. عدنان الغيلي ومحفوظ الأشول شابان من محافظة حجة حين شاهدا المجاعة في مديرية أسلم التابعة لمحافظتهم أرادا تقديم المساعدة للأهالي والتخفيف قدر المستطاع من المعاناة. ذلك لم يعجب ميليشيا الحوثي التي أرسلت عناصرها لاعتقال من يساعد المحتاجين، وفقا لعنوان الصحوانت. محتجون في محافظة حجة يطالبون بالإفراج عن نشطاء اعتقلوا عقب توزيعهم مواد إغاثية. وقال الموقع إن أهالي مدينة المحابشة وسط محافظة حجة نظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع الناشطين عدنان الغيلي ومحفوظ الأشول، اللذين اختطفتهما ميليشيا الحوثي منذ 5 أيام أثناء توزيعهما مساعدات إنسانية لمنكوبي مديرية أسلم. وقال مصدر محلي في تصريح للصحوة نت أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية طالبوا بسرعة الإفراج الفوري عن الشابين، معبرين عن استيائهم لمثل هذه الأعمال الهمجية التي طالت العاملين في خدمة الفقراء والمحتاجين والمنكوبين. وأطلق المحتجون لقب سفراء الإنسانية على كل من الغيلي والأشول تقديرا لأعمالهم الخيرية التي لا تخفى على أحد بالمنطقة. الجنوب العربي مشروع استعماري. تحت هذا العنوان كتب علي سعيد الأحمدي مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا: قامت ثورة أكتوبر وخلطت الأوراق على المستعمر، وفي نهاية الأمر اضطر للتسليم والخروج صاغرا، وتم إعلان قيام الدولة الحرة المستقلة. هذا المنجز العظيم الذي قام بنضال وكفاح الأحرار الأبطال وتضحيات الشهداء الأطهار لم يشأ المستعمر أن يتركه ليكمل نجاحه، فلم يغادر إلا وقد وضع بذورا للشقاق والخلاف. ومهما يكن من انحرافات حصلت في مسيرة الثورة، فلا يجب أن يغير هذا من القناعة بعظمة هذا الإنجاز رغم الأخطاء والإخفاقات. اليوم وبعد مرور 4 سنوات على قيام حرب مدمرة في اليمن، أكلت الأخضر واليابس مع ميليشيات تطمح لإعادة الحكم الاستبدادي السلالي في صنعاء، فإننا نفاجأ بموازاة ذلك بمشروع يهدف لإعادة تشكيل الدولة اليمنية، ليس باتجاه فصل الشمال عن الجنوب فحسب، بل نحو إعادة الحياة لذلك المشروع الاستعماري القديم، والاتجاه نحو تقسيم الجنوب وشردمته إلى أقسام مختلفة متنافرة تتجه لتكون دويلات وظيفية مرتهنة لإدارة المستعمر الناعم الداعم. لقد كان للسلاطين والحكام في الجنوب قديما شخصياتهم الاعتبارية وحضورهم في مجتمعاتهم، بما يمكنهم من قيادة تلك المجتمعات الصغيرة وإنشاء شكل معين من نظام الحكم يحفظ الهوية. أما اليوم فالمشروع التمزيقي للجنوب يتزعمه الجهلة والأغرار الذين يرتضون بأقل الأثمان ليبقوا أدوات عند ولي النعمة، يهب لهم بعض الشاصات والسلاح الخفيف ورواتب لا تصل لربع راتب موظف في أي شركة أمنية عالمية. تواصل ميليشيات الحوثي تنكيلها بالصحفيين اليمنيين وتفتح لهم المعتقلات بعد أن أغلقت كل الصحف والقنوات ولاحقتهم وطردتهم من بلادهم وعنون موقع الحرف 28. حقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على الصحفيين. وقالت التفاصيل إن وزارة حقوق الإنسان اليمنية طالبت الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية بالضغط على الحوثيين للتوقف عن ملاحقة الصحفيين والاعتداء عليهم. وأكدت الوزارة أنها ترصد وتوثق كل انتهاكات ميليشيات الحوثي بشكل عام وبحق الصحفيين على وجه الخصوص، وما تقوم به من ممارسات واعتداءات متكررة ومحاكمات غير قانونية بحقهم.
وأوضحت الوزارة أن آخر تلك الاستهدافات الممنهجة للحوثيين بحق الصحفيين هو قيام الجماعة باختطاف وحجز عدد 20 ناشطا من الصحفيين والمشاركين في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق إعلان مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام اليمنية. تنفرد صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بانعدام كامل لمادة الغاز المنزلي باستثناء الأحياء التي تدين بالولاء الكامل للجماعة التي تتولى عملية صرف مادة الغاز بشكل منتظم عبر كروت بدون أي عوائق، كما يؤكد تقرير خاص بموقع يمن مونيتور والذي نشر تحت عنوان الغاز المنزلي سلطة نفوذ وثراء للقادة الحوثيين في صنعاء. وقال الموقع أن الحوثيين يديرون الاقتصاد اليمني من خلال كيانات ومؤسسات موازية بعدما ألغوا أدوار المؤسسات الرسمية وهمشوها، فاتحين أبواب الثراء لقادة الجماعة ومسؤوليهم ومشرفيهم في الوزارات والأجهزة الحكومية. وأنشأت ميليشيا الحوثي رؤوس أموال جديدة تحت حيث بدأت قادتها بإنشاء شركات استيراد الغاز وبيعه في السوق السوداء. وقبل استيراد الغاز كان الحوثيون قد بدأوا بفتح استيراد المشتقات النفطية من الخارج، كما أنه وبعد أن تمكنت جماعة الحوثي من تدمير القطاع التجاري وإيقاف عشرات التجار من ملاك قاطرات الغاز بعد الزج بهم في السجون، رفض الحوثيون السماح بإدخال مقطوراتهم إلى صنعاء، ما تسبب بنتائج كارثية على القطاع. أبعدت ظروف الحرب في اليمن كل من الكابتن محمد العماري ونشوان الهجام وجابر الرعوي عن مواصلة مشوارهم الرياضي، واضطر بعضهم للسفر إلى خارج الوطن لمواصلة مشواره الرياضي الذي توقف جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ مطلع العام 2014، ويعنون موقع المشاهد نت. الرياضة تحتضر في اليمن. يقول لاعب المنتخب اليمني وكابتن فريق شعب إب سابقا محمد العماري للموقع لا يوجد أي نشاط رياضي في اليمن على قيد الحياة جراء المشاكل. وقال الكابتن إن الحالة وصل لدرجة أنه يصعب في الوقت الراهن على كل نادي التنقل من محافظة إلى أخرى لممارسة رياضتهم المفضلة، وهو حال الرياضة في محافظة إب الذي لا يختلف عن حالها في محافظات الجمهورية. ويضيف الظروف التي مر بها وطني الحبيب أجبرتني أن أغادر بحثا عن موطئ قدم أخرى أمارس هواية المفضلة في كرة القدم والاحتراف في الأندية الخليجية، وحاليا ألعب بدوري رابطة أحياء جدة في السعودية. وبحسب تأكيد عبد الرحيم الخشعي رئيس فرع كرة قدم محافظة إب، فقد توقفت جميع الأنشطة الرياضية التي كانت تقام قبل سنوات الحرب في اليمن، رغم أنها كانت تشهد تقدما ملحوظا، والدليل ذلك خليجي 20 كما يقول. أنظمة لا تصلح ولا تنصلح. تحت هذا العنوان كتب مالك التريكي مقاله في القدس العربي مضيفا في أجزاء منه. انتبه عدد من المعلقين في أمريكا وبريطانيا إلى مفارقة عدم اهتمام الرأي العام الأمريكي والعالمي عموما بآلاف المدنيين القتلى وعشرات آلاف الأطفال الجوع والمرضى في حرب اليمن، في مقابل اهتمامه البالغ بمقتل الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله. ولعل أبلغ ما يعبر عن هذه الحقيقة النفسية الاجتماعية هو ذلك القول المنسوب إلى ستالين: مقتل شخص واحد مأساة، أما مقتل الملايين فهو مجرد إحصائيات. وقد أثبت تاريخ الإعلام الجماهيري أن للقصص المفردة قدرة استثنائية على التعبير القوي عن القضايا العامة أو التجارب الجماعية، ولهذا يجنح الإعلام وكذلك المنظمات الإنسانية إلى البحث في صلب الكوارث مثل الحروب والقحط والمجاعات والزلازل والفيضانات إلى آخره، كما يسميه الصحفيون الأنغلو ساكسون بالقصة، أي لب الحدث أو جوهر الظاهرة كما يتبدى في تجربة شخص واحد أو أسرة واحدة من ضمن آلاف الضحايا. قد كان لافتا قول ترامب بشأن جريمة إسطنبول إن الفعلة إنما صدروا عن فكرة بالغة السوء من الأساس ونفذوها تنفيذا رديئا. أما محاولة التستر أو التمويه، أي الرواية الرسمية السعودية التي تقلبت ألوانا، إنها قصة فشل ذريع. ما دلالة كل هذا؟
كان آخر ما كتبه الصحفي المغدور يتعلق بانعدام حرية التعبير، غير أن حصر الأمر في وجوب إطلاق حرية التعبير إنما ينطلق من فرضية قابلية النظام السعودي للإصلاح، بينما الحقيقة أنه من جنس الأنظمة التي يصدق عليها ما حكم به منصف المرزوقي قبل ربع قرن على نظام بن علي لا يصلح ولا ينصلح، انسداد تام ضد أي إمكان للصلاح، إنها موهبة والموهوب محسود. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع من تقرير كتبه لويس إمبيرت ونشرته صحيفة لوموند الفرنسية بعنوان في اليمن حرب استنزاف في أنحاء الحديدة، ويصف فيه الحرب بأنها تمضي ببطء شديد في الحديدة، فقد اشتبكت ألوية يمنية متباينة متخالفة مع دولة الإمارات العربية المتحدة مع الحوثيين. يقول التقرير إن الإمارات تعتقد أنها دفعت بالفعل الكثير من أجل التزامها تجاه اليمن منذ مارس 2015 في تحالف تقوده شقيقتها الكبرى السعودية التي لا تنشر قواتها على الأرض. أما الرياض وفقا للصحيفة الفرنسية فإنها تكتفي بقصف شمال البلاد التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المتحالفين مع إيران، وقد ألحقت هذه الحملة أضرارا بالغة بالبنية الأساسية وزادت عدد القتلى من المدنيين. ويصف الصحفي مشهدا من المعركة أمام قاعدة الخوخة، تستعد عشرات العربات المدرعة التابعة للجيش الإماراتي للتحرك في طريق مفتوح بقدر ما يمكن للعين رؤيته، مغطاة بشجيرات طويلة من الأشواك عبر السهل الساحلي على طول شواطئ البحر الأحمر. يتوجب أن تتحرك القوة إلى الشمال في أنحاء الحديدة، أول ميناء في اليمن الذي يخضع لسلطة المتمردين الحوثيين. خرج إيمانويل ماكرون عن تحفظه بعد رفضه الإجابة على الصحفيين. اعتبر رئيس الجمهورية الفرنسية أنه ديماغوجية محضة أن نقول بوقف مبيعات السلاح للسعودية بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي، كما تقول صحيفة لوبورزيان الفرنسية في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس، مضيفة أن الرئيس ماكرون تساءل أمام الصحفيين عن الصلة بين مبيعات السلاح ومقتل خاشقجي. أنا أتفهم الصلة مع ما يحدث في اليمن، لكن لا صلة لذلك بقضية خاشقجي. في الأسبوع الماضي كان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير قد دعا جميع الأوروبيين لتعليق صفقة سلاحهم مع المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر السعودية واحدة من أكبر عملاء فرنسا من حيث بيع الأسلحة، بل أنه البلد الثاني الذي صدرت فرنسا إليه معظم الأسلحة ما بين عامي 2007 و2016 بعد الهند التي اشترت بشكل ملحوظ 36 طائرة رافال، وقبل قطر ومصر التي أرسلت إليها فرنسا عددا من سيارات رينو الخفيفة المدرعة. على هامش زيارته لمعرض الصناعات البحرية في فرنسا، انزعج إيمانويل ماكرون من أسئلة الصحفيين حول بيع الأسلحة من فرنسا، ليس لأن زعيما لأي دولة يقول شيئا يفترض أن أستجيب له في كل مرة، ولذا فإنني لن أرد عليك، قال الرئيس للصحفيين. نتنياهو يزور سلطنة عمان. تحت هذا العنوان كتب الباحثان في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى سايمون هاندرسون وأسف أريون مقالا عن الزيارة. في 25 من تشرين الأول أكتوبر الجاري قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى سلطنة عمان، هي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي منذ أكثر من 20 عاما، وتعود آخر هذه الزيارات إلى ما قبل مطلع القرن الحالي. ففي عام 1994 سافر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين إلى سلطنة عمان، كما استضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة شمعون بيريز وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي في القدس بعد عام من ذلك التاريخ. وفي عام 1996 اتفقت البلدان على إنشاء مكتبين تمثيليين تجاريين متبادلين، حيث قام بيريز رسميا بافتتاح المكتب الإسرائيلي في مسقط. ورغم قيام عمان بإغلاق ذلك المكتب بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، إلا أنها استمرت في السماح للممثلين الإسرائيليين بالبقاء في السلطنة. ومنذ ذلك الحين أصبحت العلاقات الاستخباراتية والأمنية غير المعلنة بين الحكومتين وثيقة للغاية، وكما هو الحال مع دول خليجية أخرى
تسمح مسقط ببيع منتجات إسرائيلية غير قابلة للتعريف داخل عمان. وبالنسبة لإسرائيل تظهر الزيارة أن نهج نتنياهو الإقليمي يؤتي ثماره، الأمر الذي يمكن أن يثبت أنه مفيد داخليا إذا أجريت الانتخابات القادمة في المستقبل القريب كما هو متوقع. كما تبين دور مسقط كقناة خلفية محتملة مع إيران ربما فيما يتعلق بسوريا. وبالنسبة إلى قابوس، قد يساعد الاجتماع في درء الانتقادات عن علاقاته مع طهران واستعداده للتسهل في نقل الأسلحة الإيرانية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. بالإضافة إلى ذلك، يلمح الاجتماع إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليستا المسارين الإقليميين الوحيدين للدبلوماسية الإسرائيلية. وبالنسبة لواشنطن، يمثل الاجتماع خطوة أولى جيدة على الطريق الطويل لإحياء عملية السلام. الأخبار الأكثر تصدراً للصحافة خلال هذه الأيام هو ما جاء في فرانس 24، حيث عنونت في موقعها الإلكتروني: إثيوبيا تختار امرأة رئيسة للبلاد لأول مرة في تاريخها. يقول الموقع: أصبحت سهلي ورق زودي أول امرأة تتولى منصب الرئيس في إثيوبيا بعدما اختارها نواب البرلمان الخميس بالإجماع. اختار البرلمان الإثيوبي بالإجماع الدبلوماسية سهلي ورق زودي رئيسة للبلاد لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب الفخري في إثيوبيا، والسيدة الوحيدة التي تتولى رئاسة بلد في القارة السمراء حاليا. وولدت سهلي في أديس أبابا ودرست في فرنسا، وكانت لحد الآن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الاتحاد الأفريقي، وقبل ذلك كانت سفيرة لإثيوبيا في فرنسا وجيبوتي والسنغال. ورحبت الرئاسة الجديدة في خطاب تنصيبها بالإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء أبي أحمد الذي تولى مهامه في إبريل، وخصوصا خياره تشكيل حكومة نصف أعضائها من النساء وتشغل سيدتان منصبي وزير أو وزيري الدفاع والسلام التي استحدثت مؤخرا. وقالت إن التغييرات التي أنجزت حاليا في إثيوبيا يقوم بها رجل أو رجال ونساء معا، واندفاعهم سيؤدي إلى ولادة إثيوبيا حرة من كل تمييز ديني أو إثني أو على أساس الجنس. من الحدود المكسيكية ومحاولات الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن أحداث غزة التي لا تتوقف وغيرها من مناطق النزاع، نطالع أبرز صور الأسبوع التي توثق لحظات صعبة وحاسمة وقد نشرت في الجارديان البريطانية. ماذا تقول لنا اليوم رسومات الكاريكاتير التي أبدعها الرسامون؟ هذا ما سنتابعه في فقرتنا التالية. هذه المجموعة من الصور نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.